وللحديث حول التطورات في الملف السوري انضم إلينا من ريف حلب الشمالي الباحث السياسي السوري صالح فاضل. مرحبا بك معنا أستاذ صالح. يعني بداية، الانسحاب الأمريكي، ما الأسباب الحقيقية التي دفعت الولايات المتحدة لهذا القرار برأيك؟ تعودنا على المواقف الأمريكية السريعة والمفاجئة. يعني نحن كلنا يستذكر موقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعمها لفصائل الجنوب السوري، كيف في بين عشية وضحاها قالوا سنقف الدعم عنكم، سنوقف الدعم عنكم خلال أيام، وتم وفعلا وتمت المصالحات في درعا وفق توجه السياسة الأمريكية، لأن الأمريكان دائما ينظرون إلى من يتعاملون معهم كخدم وعبيد ولا ينظرون إليهم كحالة إنسانية باحثة عن الحرية. لذلك أن قسد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي حذاء لبسته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ويبدو أن هذا الحذاء قد أصابه القدم والتلف، والآن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضبط مصالحها دوليا مع دول الإقليم، وبالتالي انتهى مفعول القسد، وسنرى تطورات لاحقة في هذا الملف. يعني لأن أستاذ صالح، ألا يصب هذا القرار بمصلحة إيران وروسيا عبر ترك الساحة لهما؟ حقيقة الأمر سنرى هذا الأمر في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، هل هذا تم وفق تفاهمات مع روسيا وإيران؟ لا أظن هذا، وإنما أظن هذا وتم وفق ربما تفاهمات مع تركيا الشقيقة التي هاجسها الأمني هو الأول، الأمن القومي التركي، والمعروف أن الأتراك موقفهم علني ضد هذه العصابات الإرهابية كما الثوار السوريين ضد هذه العصابات الإرهابية. وتركيا حسب اتفاقية أضنة ممكن أن تدخل عشرات الكيلو المترات في الأراضي السورية لأجل الحفاظ على الأمن القومي التركي. إضافة إلى ذلك، الحقيقة شهدنا بالآونة الأخيرة تصعيدا من قبل عصابات البيكاكا الإرهابية في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون عبر تفجيرات في عفرين وجرابلس والباب وأعزاز، في كل يوم تفجيرات مما هدد الكثير من المدنيين. أيضا عمليات التهجير القسري وتخريب البنية الديموغرافية في المناطق التي تسيطر عليها القوى الظلامية القسدية، هنا تتدخل الأتراك ولم يعد يصبرون على أذى هذه العصابات الإرهابية، وأيضا هذا يحقق المصلحة السورية الوطنية الثورية. ولذلك فإن عدد كبير من فصائل الجيش الحر ستنطلق جنبا إلى جنب مع الأشقاء الأتراك في تحرير هذه المنطقة من عصابات قسد المرتبطة بإيران ومرتبطة بالنظام السوري ومرتبطة أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنت ترى بأن هذا الانسحاب سيأتي في صالح العملية العسكرية التركية القادمة ضد ميليشيات البككة؟ بلا شك، بلا شك، حتى أن تصريحات قسد اليوم في إلى تصريحات خطيرة قالت أن الانسحابات الأمريكية هي طعنة في ظهر قسد. نعم، الباحث السياسي السوري صالح فاضل كان معنا من ريف حلب الشمالي، شكرا جزيلا لك.